عارفين اش مشتي يونس انا ترى اش مش قدوا ها تلاتي بكايا وانا شري الخاتم والسرتله وانا نقول له شني شريره عندك المبادئ عندي واحد الشرط ياك خالتي نديرها ونقد بيها ولكن عندي واحد الشرط السلام عليكم وليده. سلام اودي. كي دايرين؟ لاباس. لاباس عليكم. لاباس الصحة. لاباس اولي. وليت غير تنهز الكاميرا وكتهز. وليدي غادا تهز الكاميرا ما تتخلينا ندد حوايج لا ما تتخلينا. اه؟ وتبقيت غادا تهز الكاميرا تتشوفنا نخدموا الشغل وتجي تتسبب. المشاهدين وليده كيبغيو التلقائية. دابا هاد النهار عرفت بلا جاي عندكم الضياف. ياه. وانا كيعجبني نصور الروينة والضياف. غادي الروينة وهاد. تتكون فيكم الحيوية والنشاط باش يكون جاي. السلام عليكم يا المشاهدين يا خواتاتي يا صحباتي يا بنياتي يا وليداتي كي دايرين لاباس عليكم كي درتو مع الصحة لاباس عليكم انا تليفوني ما تيسكتش يا ولدي ها؟ تليفوني انا ما تيسكتش كيعيطوا المشاهدات ضروري ضروري نجاوبوا المشاهدين يا ولدي إيوا اليوم السوق راني مشيت تسوقت إيوا راني حاطة الخضرة تنعزلها وتنقي جلبانة وتنقي الفول وتنقي والضياف جايني اليوم عزاز ايوا بزاف يلاه يا ولدي انت شنو كدير يا لاله؟ ايوا ولدي حنا مع الدجاج انا خرجت من السوق دابا عاد قالت لي سميرة جا خالتي الدجاج راه باقي كيعايش انت اختصاصية بالدجاج يا لاله اختصاصية فيما كاين الدجاج كاين لا والله فيما كاين الدجاج فيما كاين اللحم انا داكشي ديالي انا شنو دابا لاله راه دايرين الحامض الحامض ولدي والملحة رقدنا بعد هاد الشيء هذا راه عندنا شي حاجة أخرى مرقدة ايوا كاين الضياف تبارك الله الليله وغدا تبارك الله راه الله يجيبهم على خير امين وهذه لاله سميره تبارك الله لك سميره الله يبارك فيك السلام عليكم متتبعين لاباس عليكم انا مو بغيت كنشوف الكاميرا كتفوت بعدا كنعتق راسي بالدره حيت راه ولا غير الغفله ها خدام معنا غير بالغفله شو كديري انت يا سميره الاختصاص ديالي الملاوي ها الملاوي الملاوي شو غديري واش ياك ما مرشوش عاوتاني لا لا غير الملاوي عاديه نبق الدوره مشى للسوق وجاب لي ها انتوما هاد سيدي طاجين ها دابا غنقولوا ليا العبر ديال الطاجين واش الا بغيت دابا ندير حرشه واش ندير 4 كيلو ديال هذاك الطاجين العروبي هذا الطاجين ديال السواق ديال السواق ايوه باقا الدور بغا ندير له الحرشه ديال السواق هانتوما دابا عطاو لي بيش زعما تعاني عاد بقيت المرات الكرسي دابا دابا وحده صافي ها شوفوا القياس ها ديال شاش 50 وخلا تصلح خالتي فيه بسطيله والله العظيم الا بسطيله واش لا تقيها ثاني بسطيله انا غندير لكم في واحد البسطيله وندير لكم واحد المحنشه ونديرها في الفران ديال المسيره ايوا خليكم معنا تشوفوا تشوفوا الملاوي ديال هذا الفران كيز ال 50 كي غايجيو اي الوالده شكون الضيف اللي جاي اليوم بعدا واحد الضيفه كاينه عندك واحد الضيفه راها عندي عزيزه وغاليه وراكم عزاز كلكم وغادي يجيوني شي ضيف ان شاء الله يا سيدي ربي مرحبا بهم الله يرحب بك الخير مرحبا بهم واش كديري الوالده هذه جلبانه شريتيها من السوق شريتها من السوق شريت الفول من السوق الفول ديالنا باقي موجود الله يرحمنا بالشتاء الله يرحمنا امين امين وشريت شويه جلبانه وراني تنقيها باش نديرها في الثلاجه ان شاء الله يا سيدي ربي ودري سياره تطيب الدجاج غادي تدير كاسكروط سميره ايوا راه حنا فرحانين بالضيف ديالنا مرحبا بهم الله يرحب بك الخير اولدي مرحبا بهم وهذا قال الوالده ها والقوق ها هو غادي نعدلو حتى هو غادي نحيد له حتى هو تخضروا به ولا ايوا اللي جاب الله غادي نديروه به تخضروا به تلقوا الوالده تخضروا به ولا تيسلقوه تيديروه في تيحطوه واكولا ايوا حنا تانا نقينا القزبر ونعدلو تعدلناهم وحنا دابا تنقيو هاد الجليبينه هادي انا قاعده ما عندي شغل دابا يعني. انا شغلي هو لا لا انت عاد عيطت باش مازال لا بزاف عاد جيتي مشيتي لابتي دابا عاد عيطت ليا كنت في السوق نيتي وعاد قال كاين شي حنا جبنا الدجاج راه جايين للضياف وانا عاد وصلت ولدي مرحبا بالضياف كاع اللي جا مرحبا به في دار في داركم ولدي راه بحال الزاويه تبارك الله ايوا حنا جينا نعاونوه نطيبوه وكل شيء ديالنا الحمد لله ايوا هذه سميره راه كدير الملاشي من وياها هذاك سميره ها الطاجين خصني انا اللي ندير فيه الملوي لا انا ما نعرفش انا غندير انا غندير فيه خمسه د المليويات هذا انا دابا كنت طرحت الدريسي ديال الملوي نديرها دايره لا لا ندير فيه بزاف ضربه واحده داكشي اللي كاينه تحطي وحده هنا وحده هنا
وتقيله سميره تقيل عمتي راه ما عجبها مليويه ما قنعوهاش لا ما قنعونيش انا نجي نخدم نديرهم وانا بنتي خصك كبار انا كبار لا جيت تدير كبير على دور هذا انت دابا تما غندير اربعه ولا ثلاثه لا يهزك راسي هزك الفرنو راه كاين داك الداير ايوا وخليكم ودابا من بعد ما فرقت هاد المليويات غادي نحطهم شويه بالسلوفان باش يطلقوا راسهم دغيا دغيا وقدي شي شغل واحد اخر على ما يكونوا هادو طلقوا ودرت ديال اليوم ودرت ديال غدا في الصباح في مره باش ما نوليش عاوتاني غدا في الصباح هاد المليويات ياك عمتي ياك عمتي لا عمتي راه ما قنعوهاش لا ما قنعوهاش ياك عمتي ياك عمتي داكشي دابا داي دابا ندير انا وياك شي تحدي د الملاوي داكشي اللي كاين ديري اكبر ملويه وانا ندير اصغر ملويه دابا غندير داك الملوي الكبير ديال بكري ديال 4 ودابا انت واحد وديالنا بنات هادو عاوتاني هذا هو الملوي ديالكم هكا ها دابا انا داكشي عندي ديال بكري ديال زنان الملوي عندي ديال زنان ولا دي السميده درت فيها واحد شويه ديال السميده ودرت فيها واحد الخماره باش غنفرقهم ان شاء الله اش تفرقي المليويات شنو نجيبو داك الفرن الضائر الكبير باش يسمع لهاد اسمع شنو وصلتي مع الملاوي ديالك هادي ما حط علينا الملاوي ديالها قربوا يساليو هادي هي وصلت التعاون ايوه تيشدنا فهاد الوينه هادي دايره وسالي كان يا السلام عليكم تحيه لكم المشاهدين كي دايرين لاباس عليكم بخير هانيين كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله الملاوي ملاوية غير تحققوا ايوا غير مع القرايه ديال الدراري وكانوا سافروا هما مشاو للدار البيضاء ايوا هذا الويكاند حنا جينا هنايا تبارك الله لقينا المشاهدين كلشي مجمع عند العائله عند الوالده هذا الويكاند هذا ايوا مرحبا بك بارك الله فيك اخويا الله يحفظك سميره راه حادقه الحرشه والملويات عندي الميت ساكه الملويات هادو كيشهيو انا دابا سمحوا لي راه ما درتش هذا طاجين جديد حيت طاجين جديد قالت لي فاطمه لوستي خصني ندير له الزيت وشي حاجه باش ما يسقليش اول مره راني درت الطاجين القديم ودرت ربعه ديال الملويات في الطاجين ها هو احسن والطاجين الصغير درت فيه الحرشه وكما كتشوفوا ها الملاوي هو هذا انا صوبت شي وليدي مع صغيورين غزالي هما اللي قالت لك لا لا ديري السياره باغا تنافس معايا دير الملويه اكبر ملويه وانا ندير لها اصغر ملويه لا زوينه بعدي ما يتسالك المهم داير انت درتي على حساب بناتك واقيلا درت على حساب بناتي واش قادو معاهم المدرسه اييه كل واحد حسابه في راسه ياك نادية داك راه حسابه في راسه ضروري وليده انا ودي فين وصلتي مع الدجاج ايوا انا كتدريسي غادي تنصب ساعه جات واحد الجمعيه ديال العيالات عندنا تنتجمعوا تنمشيو اللي مات لا شي واحد تنجمعوا ونمشيو ايوا جاوا عندي انا قلت لهم ودي عندي الضياف الدريسيه تمشي في بلاصتي وانا غادي نصب العشاء ايوا دابا راه مشات هي الدريسيات عند دوك الناس وانا غندير العشاء انا كما كتشوفوا انا عاد وصلت دابا وانا غنحيد جلابتي ضروري غنعاون انا ديما كنتحس غير حاجه سهله انا غندير سلاطه ونوجد كاسكو صافي ان شاء الله تحطو انا راسي سلاطه توجد انا راسي يلا وسيره بنت الله هذا الويكاند كما كتشوفوا الوالده تبارك الله المشاهدين ما كيخطاوهاش ضروري سيتو لحد يجي عندك شي حاجه الحمد لله هاد القناه كسبنا اصدقاء كسبنا عائلات ايوا سميره كملتي ملويك ساليت ملويه وانت انا درتي درتي انا مازال على الله عاد جلابتي عاد حيد جلابتي عاد صرت كويس اللبن لا لا هي عاد جات من عاد جيت اولي كنت مشيت مشيت مع عندنا واحد الجمعيه مشيت انا في بلاصه اختي حدا تيا مسكينه صرت غير معايا مشيت انا جيت ذاك هذا عاد جيت دابا يا ما عرفت الدجاج كي غيجي الوالد لا ما نعرف راه الطيابه الكبيره ما نعرف هي اللي غادي تعطي هي اللي غادي تنقط لي وراك انت الاولى هي غادي تكملوا هي انا غير نصبت وهي غتكمل غنمشي نقعد انا مع ضيافي اييه اجي زوين ان شاء الله ودابا غادي نقول لكم واحد الكلام واحد المفاجاه رجعت عندي واحد الضيفه بنتي وعزيزه وغاليه وكنا غادي ندير واحد المفاجاه قالت لك ديروها دابا محدي كاينه انا هنا وتابعوا معنا حتى تشوفوا هذه المفاجاه شنو هي ماشي في هذا الفيديو لا ماشي في هذا الفيديو الفيديوهات المقبله المقبل سلام يا صغيرتها
وصلت بزاف راه كاينين المشاهدين من مورانا المشاركات من الله المشاركات ما بغاوش يبانوا الجمهور الجمهور الله وحنا فرحانين بهذه المفاجاه ان شاء الله يا ربي وانتظرونا وغادي نشارك معكم كل شيء ان شاء الله من البدايه ديالها حتى الثانيه ان شاء الله يا ربي دابا غادي نشارك المفاجاه ودابا انا ما غاديش نغضب خالتي راه بغات تزوج با باقدور ولكن انا راه شرعتهم ربعه والله ما نخالفوا بكل فرح وبالقلب الصافي ونمشي انا نشري السكر وندي احسن دفوع وانا نشري الخاتم والسرتله وانا نقول له شنو نشري لها عندك غير عندي واحد الشرط ياك خالتي نديرها ونقد بها ولكن عندي واحد الشرط يلا في التعاليق المهم ما بين السن ما بين 16 24 والشرط المهم تعاوني في وليداتي وما تولدش اشكون ايوا خدامي هادي دابا سمعوا الراجل اللي راه قال لك قتلته من ولاده راه عيو باغي يعيش الحياه وهادي اللي غتجي راه ما خصهاش تولد راه خصو يعيش الحياه صافي المهم انا كنتسناكم في التعاليق يلا اللي بغات تكتب لنا التليفون ها تسناو في التعاليق شكون اللي غادي يتزوج ردوا علينا واش با قدور ولا يونس ولا يونس ردوا علينا شنو الشروط اللي عندك انا الشروط اللي عندي غير تهلاو فيا صافي صافي ولكن غتبغي هي دير وليداتها الله يعاونها تولد غير تولد لا ما تولدش انا هذه غادي تجي ما تولدش لا ما تولدش هي اللي كتربط الوليدات لا ما تولدش غير تهلاو فيا انا صبل لي وتحني لي ونمشي نتسارى ونقعد على خاطري شكون اللي غادي لك هذا الشيء ايوا اللي بغات الراجل درتها لا بغات الراجل هادشي اللي الشروط اللي تقبل ما بغاتش الله يعاون دابا المهم انا ديك الشروط الولده ماشي انا غير تولد ما عنديش مشكل ولكن الراجل اللي باغي يعيش الحياه قال لك راه طلعوا له الولاد في الراس باغيها سولو اللي بغات تعيش معها سولو مرحبا صافي خليونا في المعقول دابا مالك هادشي كلشي غير هضره هادشي كلشي غير جا الوالدة لا ولدي والله لا المعقول إلا جات لي تهلا فيا أنا غادي نجوجها سميرة تكذب هي ما ظنت جوجها وأنا نجوجها أنت باغا اللي تهلا فيك لا خلي تهلا لا أنا ماشي مشكل هي تهلا في راجلي وراجلي تهلا فيا ما عنديش مشكل هي تهلا فيا وهي تهلا فيا أنا صافي القمح الشعير الله يخليك وليداتك ويكبروا ان شاء الله احنا العيالات دايره فينا اما صراحه شرعتهم ربعه غير بقيت بعضياتهم يونس وسميرة انا اللي كانوا هادين قالت حتى بحال المواجهة ولا هادي راه كاينه بالنيه باقي متبعينها أيوة. احنا مازال تبعش واشنو كاين أيوة. احنا ما قايلين ما قلتولناش ايوه الله يعطيك غادي ديروا لنا المفاجاه كيما بغات تكون هذه المفاجاه ضربوا على جيوباتكم وجيبوا الكادويات حيت غادي نفرشكم واي حاجه جبتوها بالسميه مكتوبه عليها غادي ندير فيديو وغادي نحط لكم الكادويات اللي جبتوا لي بالسميه انا راه غادي يحطوني المشاهدين نقول لك هذه الخيطه ماديه راه اللي جاب لي شي كادو غادي نغطي لي ندير فيديو عليها الكادو ديال فلانه وفلانه وفلانه لا تقولي لهم يكتبوا سميه هما بلا ما تكتبي انت ولا غتلا غنحل الكادويات اييه ويعطوني هما احسن كادو صافي يا الله قولوا للمشاهدين مع السلامه ولا تزيدوا تصوروا معاهم هو كسكروت ديالنا اللي درناه فين هو ها راه ما وريتيهم مش كسكروت ديالنا يلا نشوفوا الكسكروت ديالنا باقي ديالنا ما وصلوش ما عرفناش خاتو واش بغاو يتصوروا ولا لا ايوا الكسكروت ديالنا واجد كنتسناو غير الضياف
وغنطلعوا من الصالون الفوق. غير دابا اختي ناديه راه جات عاد جات هانتوما سميرة راه فرحات بيا تبارك الله حطات لي الطبله ما عندي ما يتسخ بغيت جوج الراجل انا وجهي ماشي ماشي ديال الطبله هذه ناديه اختي راه اول مره كتجي من ماما فرشنا الصالون اللي اختارته هي انا وياها وبا وعاد دابا قلت شو قلتي لها صراحه جا زوين ولا جا غزال انا قلت لك زعما المتتبعين في التعليق قالوا لك زعما تميلي لواحد شي شويه نضو ضربه دويره بالمشاهدين في الصاله جا زوين الصراحه صراحه جا غزال والله الا جفن زوين زوين تعاود تشوفيها انا شفتي في الفيديو حتى انتيا انا غير في الفيديو حتى انا بحالي بحال المشاهدين جيت انا من غير من الحد لحد قال لي هكا ديري ولا نديرهم جنبها نديرهم جنبها هكا جاو زوينه الصراحه باش هكا ما كيبقى مع قلتي نشط شي وحده ولا داكشي لا دابا ما سميتي وما شطت حتى شي وحده قالك ديك الوحده اللي قلتي شيطره راه سميليهم غادي بان اسميتو وتبارك الله على المشاهدين يعني حتى هما كيعطيونا حتى حنا كنستافدوا منكم والله الا كنستافدوا منكم بزاف ديال الحوايج ايوا يلا بسلام عليكم وكنتمنى هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم الله يهنيكم نتسناو الجديد نتسناو الجديد مفاجاه مفاجاه ان شاء الله يا ربي حصريا على مربوحه ولا اللي حاده